هو للمكارم قبلة وهو الرسول القدوة وأخلاقه غيث ندى في كل أرض ينبت في كل أرض ينبت وله الفضائل. حياكم الله، مستمرين معاكم في مساعدة إخواننا في لبنان، نسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يلطف بحالهم. اليوم عندنا 7 جمعيات تشارك مع بعض في تقديم الخدمات الإغاثية لأهلنا في لبنان. 2500 أسرة استفادت من هذا المشروع، أكثر من 12500 مستفيد في 3 أيام بفضل الله عز وجل، ثم تبرعات أهل الخير اللي تعاونوا معنا، وبإذن الله تعالى مستمرين في هذا التوزيع وفي هذا العمل إلى الأيام القادمة بإذن الله تعالى مع الجمعيات الخيرية المعتمدة في جمهورية لبنان. هذا العمل المشترك يستحق اليوم أن نكرره ونتقدم فيه لكل الإغاثات التي يحتاجها أخواننا في كل العالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. أخلاقه غيث ندى في كل أرض ينبت في كل أرض ينبت وله الفضائل أدعنت وهو المثال الملفت. يا إخوة الإسلام في شتى المدائن أنصتوا، يا إخوة الإسلام في شتى المدائن